في صراح بقى أقوى بكتير جدا جدا على التأهل إلى الدوري الأسباني. ألميريا قدر يتصدر جدول الترتيب في الجولة طبعا الحالية برصيد 76 نقطة بعد الفوز الأخير بثلاثية. طبعا حضر المباراة معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك النادي اللي كان طبعا وجوده معنا الصور وجوده في مباراة ألميريا الأخيرة ادى دافع كبير جدا جدا للفرقة. واعتقد ان ألميريا هيبقى يعني في الدوري ان شاء الله فاضل له 3 مباريات مع الكركون وريال سوسيداد وليجانز، واعتقد ان شاء الله فوز واحد بيقرب ألميريا من الصعود عشان يبقى بقى مع أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو. أعتقد ألميريا لو صعد هيقلب موازين الدوري الأسباني على مسؤوليتي. ألميريا إن شاء الله يصعد، عايزين الصور يا جماعة بعد إذنكم، ألميريا يصعد هيقلب موازين الدوري الأسباني، هيبقى البعبع أو الفريق اللي هيخوف أي فرقة هتلعبه. وشفنا طبعا القيمة التسويقية عليت بشكل كبير جدا من 18 مليون لحوالي 60 مليون يورو في 3 سنين. أعتقد سياسة يعني ناجحة جدا، وجود طبعا الأستاذ محمد العاصي رئيس طبعا النادي، وأيضا زي ما قلت لكم حضور معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس النادي أو مالك النادي وأيضا رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، حضوره ومؤازرته للفريق. فين الصور؟ حضوره ومؤازرته للفريق كانت دفعة قوية جدا لفوز ألميريا واقترابها. أدي أهو معالي المستشار وحضوره بتيشيرت النادي، الحضور ده كان ليه عامل السحر لفريق ألميريا، وكان طبعا كالعادة وشه حلو على ألميريا. وأدي طبعا صديق العزيز الأستاذ محمد العاصي رئيس النادي اللي بيعمل يعني عمل رائع جدا جدا، وأدي الاستاد تحفة معمارية كبيرة جدا. وطبعا في حالة التأهل زي ما احنا شايفين دي صور خاصة، أكيد هيبقى فيه صفقات قوية وأكيد هيبقى فيه دعم كبير جدا كعادة معالي المستشار لنادي ألميريا، واللي بيحظى بحب كبير جدا من كل الجماهير الموجودة وشعبيته هناك طاغية بشكل كبير جدا جدا جدا. استثمار كبير جدا، وأعتقد هيكون لألميريا شأن كبير في الليجا الأسبانية الموسم القادم بإذن الله. طبعا في لعيبه عايز اقول لكم تم شرائها باسعار قليله جدا دلوقتي جايبه ملايين الملايين، فاستثمار رائع. عمر صديق مثلا لاعب ألميريا مهاجم نيجيريا، اعتقد عامل شغل كبير جدا جدا في ألميريا. مين اللي اتباع لبنفيكا؟ داروين نونيز اتباع لبنفيكا بمبلغ 40 مليون يورو. يعني تخيلوا لعيب بيتباع ب 40 مليون ومعالي المستشار شاري النادي ب 18 مليون. حاجه يعني كبيره جدا. دلوقتي برشلونه بقى عايزه داروين نونيز ده من بنفيكا. استثمار هائل، وكل التوفيق طبعا لألميريا ونشوفه في الليجا ان شاء الله الموسم القادم باذن الله بينافس برشلونه وفالنسيا واتلتيكو مدريد وريال مدريد.